كانت حلوة كثير. هلا على القليلة حاولت واحد اثنين. هو مشكلته انه زاكي بس مشكلته انه زاكي عليه يعني غني عم صوت هيك عم بيعمل تخيل على الميكروفون بتغني مرتاح. عباس علي هشام بعد ما ارتاحت روحي ليه وعرفتي طعم الدنيا بيه مشيت خلاص وما قلتيش أمن رقبتك وظهرك تقوم تنساني ليه علي شوق علي وانا قلبي حياته روحه فيه ازاي حبيبي حيجيني بدون يا الهجمه بعد ما ارتاحت روحي ليه وعرفتي طعم الدنيا دي مشيت خلاص وما قلتي ليه تنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته روحه فيه وازاي حبيبي حيجيني لو مش يلا تبعتينا انذار انك فيل لتارك المسرح والله حالي عم صرف بس بدي اروح اشوف ماما مش حرق اصدقائي والله مضى اعمل ايه يلا بنسمع نية